شكرا لك يا نداء. طيب يعطيك العافية. دائما unsteady state system، قلنا احنا unsteady state هو معناه انه بتغير، في عندنا variable قاعد بتغير مع التايم، وبالتالي هذا بفرض علينا انه يكون في عندنا differential equation سواء first او second order. طيب انا بالنسبه للهيت التانك اللي عندنا هون اللي حكينا عنه، احنا طبعا مكملين. هلا لاحظوا احنا بدنا نعمل شغله بسيطه، الشغله هاي راح تغيره. طبعا هون كان steady state except انه طبعا هاي التيرم هذا، اما احنا هون بنقول انه الفوليوم ظلوا تقريبا ثابت، دخلنا الايفابوريشن اللي هو كان بالنسبه لنا سمول فاريبل. هلا بدنا ناخذ كيس جديده ونقول انه الليكويد فوليوم فلو ريت از كونستنت بس التمبريتشر تشينجز وذ تايم. كيف بتصير هاي؟ خلينا نرجع على التانك. بنلاحظ الفلو ريت هاي Q1 تساوي Q2، ما عندنا خلاف فيها هاي، اذا ستيدي ستيت من ناحيه الماس. طيب هلا ممكن انا بالرغم من انه ستيدي ستيت من ناحيه الماس، ممكن يكون ان ستيدي ستيت من ناحيه الهيت بالانرجي بالانس. كيف يعني؟ يعني مثلا هذا الكيو التي هوت هلا هاي اللي داخله كونستنت صح؟ يعني لازم دائما تكون كونستنت؟ مش بالضروره. ممكن انا اعملها فانكشن اوف تايم مثلا، فانكشن اوف تايم 2 تي مثلا. مثلا وبالتالي انا قاعد بزيد التمبريتشر جراديولي. هاي ون اكزامبل. اكزامبل ثاني، احيانا شو بنعمل احنا؟ بتكون مثلا درجه الحراره مش عاجبتني، مش مرتفعه بما فيه الكفايه، فبقوم ايش بعمل؟ ها هاي التمبريتشر تي هوت وهاي التايم. ماشي، نفترض هاي التمبريتشر اللي ميشيل عندي، ما عجبتني درجة الحرارة رفعتها شوي. ماشي، فعليا اللي بصير عندي هون انه درجة حرارة الريسبونس اللي راح يصير لرفع درجة الحرارة راح يكون جراديوال وبالطريقة هاي. اذا هاي تي اتش خلينا نسميها مثلا 2، خلينا نسميها تي اتش 1. اذا احنا لما نرفع درجة الحرارة يعني الهيتر إله adjustment، إله زي خلينا نقول قرص بتحكم درجة الحرارة، وممكن يكون ديجيتال زي نفس الكلام مثلا المكيف. ماشي، برفع درجة الحرارة وبنزلها، هون نفس الإشي. هلا عملية رفع درجة الحرارة أو تخفيضها إيذر وي، ماشي، هاي العملية بالرغم من إنه أنا بعملها instantaneously يعني برفع درجة الحرارة جزء من الثانية، بس الريسبونس بالسيستم ما راح يكون بنفس الطريقة، لأنه لاحظوا في شيء اسمه عندنا الانيرشيا اللي هي قوة المقاومة. والانيرشيا مش هي فقط الانيرشيا اللي بالماس بالكتلة، في عندنا ثيرمال انيرشيا. عشان هيك مثلا التانك اللي بكون حجمه كبير أو في كمية كبيرة من المية، لما بغير درجة الحرارة الأوتبوت بتغير ببطء، بينما التانك اللي حجمه صغير في كمية مي صغيرة لما بغير درجة الحرارة التغير بصير أسرع، وهذا له علاقة بالتايم كونستنت. وبالتالي أنا الثيرمال انيرشيا، الثيرمال انيرشيا عندي اللي هي القصور الذاتي الحراري، اللي هو معناه إنه كل ما كان كتلة أو الفوليوم تبع الليكويد أكبر كل ما كان تأثره بالحرارة أقل. لكن على كل الأحوال سواء كان تأثر بالحرارة سريع أو بطيء التأثر راح يصير إيش؟ جراديوال. طبعا عادة بكون عندنا first order system اللي هو هذا يعني زي الاكسبوننشال، تمام؟ اكسبوننشال سيستم، ماشي؟ فهو بيزيد بالبداية بيضل يزيد، بعدين بصير له بلاتو برجع للنيو ستيد ستيت. هلا خلاص بعديها بكمل على الستيد ستيت تاعي الا اذا رديت لعبت فيه. هاي الكيس الاولى. الكيس الثاني مثلا توتي، هاي التوتي ماشي فانكشن لينير فانكشن، ممكن يكون ساينوسويدال تشينج، ماشي، ممكن يكون اي فانكشن. فبالتالي فكره انه يكون الماس فلو ريت كونستنت والهيت فلو ريت نون كونستنت وارده، ماشي، وهاي لها تطبيقات مختلفه. اذا هاي الكيس اللي بدنا نحكي عنها، يعني انا بحب نفهم بالبدايه what do we mean by unsteady heat transfer. ماشي، اذا liquid volume and flow rate are constant. هلا انا بدي اسالكم في علاقه بين liquid volume والفلوريتس
اللي هم الانلت فلوريت والاوتلت فلوريت، في اي علاقه بيناتهم هذول؟ مره ثانيه سؤالي، الليكويد فوليوم هل هو مرتبط بالفلوريت الكي 1 والكي 2؟ في علاقه بيناتهم؟ دكتور كيف يعني بالضبط علاقه بينهم؟ يعني بأثروا بعض يعني قصدك؟ يعني اذا زاد الفوليوم مثلا هذا مرتبط بانه في فرق بين الكيو 1 والكيو 2؟ ماشي. هلا الانتر الانستيد ستيت ايش مفهومه بالنسبه لكم؟ الكيو 1 لا يساوي الكيو 2 صح؟ يعني الفلو ان بيختلف عن الفلو اوت، مش هذا مفهوم الكيو الانستيد ستيت؟ ولا الفوليوم بتغير؟ اي واحد فيهم؟ الكيو ان لا يساوي الكيو اوت. الكيو ان لا يساوي الكيو اوت، وهو نفسه معناه انه الفوليوم ما بتغير. يعني لما نقول كيو ان لا يساوي كيو اوت ايش معناه؟ معناته الفوليوم قاعد يا اما بزيد بالتانك يا اما بقل. هاي معنى كيو ان لا يساوي كيو اوت. كيو ان اكبر من كيو اوت معناته قاعد التانك بفلل، بزيد الفوليوم تبعه. ماشي؟ الكيو ان اقل من الكيو اوت بصير العكس، قاعد بفرغ. واضحه الفكره؟ فانا بس اللي كنت بدي احكيه انه الفوليوم، التغير بالفوليوم مرتبط بالفلوريت، مرتبطات ببعض يعني ايذر واي. طيب اذا على كل الاحوال احنا هون الكيو 1 يساوي الكيو 2 او الكيو ان يساوي الكيو اوت والفوليوم ثابت، بس التمبريتشر بتتغير وذ تايم. ماشي؟ تمبريتشر تشينجز وذ تايم. ماشي؟ اذا خلينا نحط هذا التانك مره ثانيه عندنا وارسم لكم اياه. تمام؟ خليني اشوف وين تمام. هاي الكيو. هلا انا ما لي مصلحه لما تكون الكيو ثابته، ما لي مصلحه اسميهم كيو 1 وكيو 2. ماشي يا جماعه؟ هاي تي 1 تي 2 وهاي الهيتنج اليمنت اللي هو تي اتش والكيو اتش. لحظة، احنا هنا ما في عندنا ايفابوريشن هلا. ماشي؟ يعني الايفابوريشن كان بالاسامبشن احنا يعني بس نيجي لمثال رقم ثلاث او الكيس رقم ثلاث بنرجعه للاوريجينال ستيت، يعني ما بدنا يكون ان ستيدي هيت وبنفس الوقت ايش؟ ايفابوريشن. بدناش نعقد الموديل. ماشي؟ طيب اذا الان لاحظوا ايش المطلوب مره ثانيه؟ التي 2 التي 2 ماشي؟ التي 2 هي الفاريبل اللي انا بدي احسب قيمته. طيب هلا مره ثانيه ما دام المطلوب التي 2 يا جماعه، اول شيء ببدا فيه الماس ولا الانرجي بالانس؟ انرجي بالانس. ما دام مطلوب التي 2 معناته بدي اروح مباشر على الانرجي بالانس. هلا ممكن احتاج الماس بالانس، بس الماس بالانس هون بالنسبه لي ثانوي سبورتيف. ما دام طالب مني التي 2 او طالب اي شيء له علاقه بالحراره، درجه الحراره او الهيت، بدي اروح على الانرجي بالانس مباشره. هذا السبب انه احنا بنبدا بالانرجي بالانس كل مره. تمام؟ طيب شو بقول الانرجي بالانس؟ الكيو اللي داخلي هون، خلينا نغير اللون شويه مشان الكيو اللي داخلي هون زائد الكيو هاي يساوي الكيو اللي طالعه هون. ماشي؟ طيب الان في شغله هون بدي اعملها، اذا هاي الكيو والله أنا كثير فاهي. ال كيو ان هاي الكيو تبعت الكويل مش هيك؟ ال كيو كيو الكويل. ماشي؟ ها
هلا الكيو ان اللي هي تساوي راو في سي بي في كيو، هلا هذول يمثلوا الام دوت مش هيك، هذول حكينا الام دوت في سي بي في دلتا تي. هلا هون انتبهوا التي 2 ما عاد الصفر، تمام؟ ما عادت التي 2 صفر. بنقدر نعمل الشيء هذا احنا؟ اوف كورس بنقدر نعمله، ما في اي مشكله. يعني احنا الريفرنس هل دائما لازم يكون صفر؟ ما انتو هلا الاتش شو يساوي يا جماعه؟ الاتش شو يساوي؟ سي بي في تي 2 اتش 1 تي 1 ماينس تي 2 ريفرنس. ماشي، احنا تعودنا ناخذ التي ريفرنس صفر، هل لازم دائما ناخذها صفر؟ مش بالضروره. ماشي، هون بدي اخذها تي 2، بس انتبهوا لما باخذ هون تي 2 ريفرنس بدي اخذ كمان هون تي 2 ريفرنس. اذا اخذت هون تي 2 صفر اخذ هاي صفر. ماشي، هلا كثير من الاحيان احنا لما ناخذ الريفرنس النقطة بالسيستم بسهل علي الحل. ماشي، هون ما بتفرقش كثير تي زيرو، يعني ناخذها زيرو ولا تي 2، بس انا الفكره هون بدي اوصلكوا اياها انه التي ريفرنس مش لازم دائما تكون زيرو، احنا بناخذها زيرو لانه الانثالبي عند الزيرو تساوي صفر، يعني بسهل علينا المعادله. تمام، طيب اذا هون قلنا الرو في الكيو 1 هي تساوي الام دوت في الاتش اللي هي سي بي في دلتا تي. ماشي، الان هاي لو شفنا وحداتها ايش بتطلع وحداتها يا جماعه؟ نشوف وحداتها سوا. هلا الرو كيلوغرام على متر تكعيب، تمام، بس المره هاي ها السي بي ايش وحداتها؟ كيلو جول على كيلوغرام كلفن. ماشي، الكيو 1 شو وحداتها؟ انا بدي اخذ الوحدات المتريه، متر تكعيب لكل سكند، ممكن تكون باللتر ممكن تكون باي شيء ثاني. هلا تي 1 والتي 2 ايش وحداتهم؟ كلفن. ماشي، نختصر الوحدات المتشابهه، هاي لون احمر مشان الاختصار، كيلوغرام هاي مع الكيلوغرام، متر تكعيب مع متر تكعيب، كلفن مع كلفن. شو الوحدات اللي ظلوا عندها؟ كيلو جول بير سكند اللي هي ايش؟ وحدة ايش؟ كيلو واط او واط، يعني الفكرة اللي هي هاي وحدة الهيت. ماشي، لاحظوا في وحدة للإنيرجي اللي هي بالجول او الكيلو جول، الهيت ايش وحدتها؟ اللي هي الريت اوف انرجي which is بالواط او بالكيلو واط. ماشي الحال يا جماعة؟ انتبهوا لموضوع الوحدات، لانه احيان الوحدات هي بتكون الطريقه المثاليه مشان نتاكد انه حاطين المعادله صح احنا. مش الحال؟ واضح لهون؟ اي انا ببدا معكم من ببدا معكم من البيسكس مشان اتاكد انكم فاهمين كل شيء. طيب نيجي على الحد الثاني بالكيو انبوت. قلنا هاي الهيت بتيجي من الهيتنج كويل تدخل على الليكويد. يول اوفر اول ترانسفير هيت ترانسفير كوفيشنت في اريا اللي هي قلنا الاريا تبعت الكويل او الهيت اكسشينجر بالنسبه لي هون في تي اتش ماينس تي 2. وحكينا امبارح ليش تي اتش ماينس تي 2؟ لانه بصير الهيت ترانسفير من سطح الكويل على الفلويد. ماشي، طيب الجهه الثانيه لاحظوا الان هذا اي حد، طبعا ما فيش عندنا احنا جنريشن لانه ما فيش رياكشن، هذا ام دوت ايش؟ اكيوميليشن. طبعا كلمه اكيوميليشن لا تعني بالضروره دائما انه يكون فيزيكال اكيوميليشن للهيت، ممكن تكون عمليه تبريد بالعكس يكون ريديوسنج الهيت، تمام؟ فلا يعني ما تفكروا انه معنى اكيوميليشن انه لازم دائما الحد هذا يكون بوزيتيف ويكون في اكيوميليشن سواء بالهيت او بالماس. accumulation معناه انه بصير في عندنا اما زياده تخزين او تفريغ للحراره او للماس. طيب الان يا جماعه هون عندنا رو، تمام،
هون عندنا V الآن مش Q، بس لاحظوا هاي ال V مقسومة على إيش هون؟ على DT. فال V على DT اللي هي فعليا تساوي ل Q، ماشي؟ الآن صارت هون رو في Q واللي هي M dot، الآن مضروبة في CB مضروبة في DT2. هلا ليش هاي مش T2؟ ليش حطيناها DT2؟ لانه لاحظوا الاكيوميليشن اوف هيت معناه انه قاعد بصير تغير بدرجه الحراره تي 2 وذ ريسبكت تو تايم داخل التانك. شو اللي سبب التغير هذا؟ سببه انه الهيت انبوت اللي داخله عليه هون، ذس هيت انبوت هاي از فاريبل. اذا ما عاد درجه الحراره داخل التانك تي 2 ثابته، صار عندنا تغير بالتيتو، عشان هيك حطينا الديفرنشال اللي شايفينه هذا. ماشي، خلينا امسحنا هذول. اوكي فهمنا. الان الوحدات نتاكد هون، نتاكد من الوحدات. كيلوغرام لكل متر مكعب، كيلو جول بير كيلوغرام كلفن، متر تكعيب كلفن على سكند. تمام، رجعنا كلفن، لاحظوا هنا متر تكعيب على سكند، كلفن شطبت مع الكلفن. ماشي، فالوحدة النهائية بدها تكون M dot اللي هي نفس وحدة M M dot. ماشي، بس إيش هاي صارت الآن؟ DM by DT. ماشي، طبعا بدون الدوت. ماشي، DM by DT. الآن ضربنا ال DM by DT اللي هي ال M dot في CB في T، طلعت عندي ايش؟ طلعت عندي الدي كيو. ماشي، طلعت عندي دي كيو. ماشي، اذا هاي الرو في في على دي تي اللي هي ام دوت. ماشي، في سي بي في دي تي 2 باي، يعني دي تي احنا حسبناه اوريدي. تمام يا جماعه، لاحظوا هلا ليش ما خلى الفي جوا المشتقه؟ يعني لما عمل المشتقة ليش طلع ال V برا؟ طبعا الرو والسي بي مفهوم ليش طلعوا برا، لانهم هذول ثوابت ما لهم علاقة بالتمبريتشر بالتايم. ماشي، يعني هذول اوريدي طلعوا برا، برا الديفرنشيشن. واضح ليش؟ لانهم هذول كونستنتس. طيب ال V ليش طلعها هون؟ ليش؟ طب ال V ما بتتغير هي بالسؤال؟ الفوليوم بتغير ولا ما بتغير؟ ليش طلعوا برا المشتقة؟ أنا سامع، بدي أسمع جوابكم. لأنه الكيو ثابت. لأنها الفي ثابتة اللي هي الكيو بيسكلي. ماشي، بالنسبة لي هون كيو. ماشي، لكن أنا ما استخدمت كيو، استخدمت في. عشان هيك أنا قلت لكم، إما هون لما حكينا إنه إما الليكويد فوليوم ثابت أو الكيو 1 يساوي كيو 2، نفس المبدأ. ماشي، عرفتوا هسه ليش انا سالتكم؟ طيب اذا في هون طلعناها، بس لاحظوا لو عندنا unsteady state flow الفي بدها تدخل هون، وبدنا نعمل chain rule لانه صار عندنا two variables بيتغيروا مع التايم اللي هم التي 2 والفي اللي هو راح يجي معنا بالمثال اللي بعديه. واضح الموضوع يا جماعه الان؟ دكتور الفي ثابته؟ الفي ثابته يس، ما هو السؤال بحكي هيو. ها طلع شو الاسامبشن بحكي. The liquid volume and flow rates are constant. Both the temperature changes with time. المقصود بالتمبريتشر هون التي 2. التي 1 نحن ما بنغيرهاش. ماشي؟ وضحت؟ وضحت. طيب كويس انها وضحت، ممتاز. طيب الان بقيت حل السؤال اللي بدنا نعمله احنا. اللي هي بيسكلي يعني ماثماتيكال مانيبيوليشن. بدي اعرف بدايه الالفا زي ما عرفنا المره الماضيه، فبدي اقسم كل شيء، بعمل لكم اياه على الانترفيس، اورجيكم كيف تحولت. خليني اكتبها واورجيكم كيف تحولت، عشان ما تقولوا من وين اجت هاي الارقام، او كيف المعادله هاي اللي هي 6 26 كيف اجت من 6 25.
حملوني شوي بس خليني أكتب المعادلة نشتغل على الأساس. RCB V DT طيب ماشي بين عندكم الشير المعادلة بينت عندكم المعادلة على الانترفيس بينك هلا أول إشي بدنا نقسم على الحد هذا يا جماعة أوكي إذا بصير عندنا T1 minus T2 ماشي plus UA على رو سي بي كيو 1 في تي اتش ماينس تي 2 هذا بده يساوي رو سي بي في في على رو سي بي في كيو 1 في دي تي 2 dt ماشي اوكي اذا ظل عندنا فوق ايش طبعا هاي شو سميناها احنا امبارح سميناها الفا ماشي وهاي بختصروا بتظل عندنا v على q1 ايش اسمها v على q1 هاي تتذكروا هذا الحد شو كنا نسميه او بنسميه عاده احنا ايش اسمه تاو نعم هاي تاو بالضبط ماشي هاي تاو اذا الان صارت المعادله عندنا كالتالي t1 minus t2 plus الفا th minus t2 يساوي تاو dt2 by dt تمام اوكي طبعا هاي نفس المعادله اللي هون خلينا نرجع عليها بس انه نفس المعادله يعني بس هو طبعا لاحظوا التي 2 هون التي 2 وحدهم مع بعض لانه يعني كل شيء في تي 2 جمعهم مع بعض لانه بظلهم ديبندنت على الفاريبل هذا ماشي فعمل كل شيء له علاقه بالتي 2 بالجزء هذا ماشي اذا عمل كل شيء له علاقه بالتي 2 على يد اليسار هنا ماشي والثوابت هاي خلاها على اليمين ماشي الحال فهمنا عرف طبعا التاو ماشي اللي هي وحداتها بدها تكون بالسكند مش هيك تاو ايش وحداتها سكند ولا واحد على سكند واحد على سكند ريزيدنس تايم ايش وحداتها واحد على سكند لا سكند دكتور سكند اسمه ريزيدنس تايم كيف بده يكون واحد على سكند طيب ما هو اللي تطلعه هون متر تكعيب ماشي على متر تكعيب بير سكند فالسكند بدها تطلع فوق فدائما انتبهوا ما تخربطكوا هاي الريزيدنس تايم دائما بالسكند او وحده التايم اذا كان بالمينت مثلا او واتيفر المهم انه وحدته بالتايم مش واحد على التايم طيب ماشي يا جماعه وصلنا لهون خلينا ننظف هذول هاي المعادله اللي طلعت معنا هاي المعادله اللي طلعت معنا لاحظوا هذا الجزء هون يمثل constant ماشي شو نوع المعادلة هاي
من الأشياء اللي أخذناها، هل هي سيبرابل؟ فيرست أوردر طبعاً لينير، أوكي. هل هي سيبرابل؟ سامعكم أنا أو بنتظر منكم إجابة، يعني هل المعادلة هي سيبرابل 6-26؟ لا مش سيبرابل. على طبعاً هاي مش سيبرابل، على إيش بدنا نحلها؟ خلص احنا يعني الموديل خلصنا، الان بدنا نحل، بدنا نطلع الحل، يعني هذا الموديل اللي طلع معنا الان بدنا نحله، ماشي؟ فاحكوا لي هاي كيف تنحل، على ايش؟ انتجريتنج فاكتور ممكن؟ صحيح، انتجريتنج فاكتور 100% كلامك صحيح. بس على فكره بدي اقول لكم معلومه، انه هاي بقدر احولها لسيبرابل، ماشي؟ انا ما بدي اربك، وبس هاي راح تمر معنا ليتر. لاحظوا لو الفاريبل هذا، هذا الفاريبل 1 زائد الفا تي 2 ماينس، هذا اعتبرناه فاريبل جديد الفا تي اتش ماينس تي 1، اعتبرناهم كلياتهم هذولا ثيتا، ماشي؟ ثيتا، ماشي؟ تمام؟ بقدر احولها لسيبرابل واحلها كسيبرابل، الجواب الاصل يطلع ذا سيم، بس ما دام احنا الان بنعرف الانتجريتنج فاكتور بنحلها على الانتجريتنج فاكتور، وطبعا حلها بيطلع زي ما انتم شايفين هون، ماشي؟ هلا طبعا حلها عليكم هاي، لانه هلا لاحظوا احنا هاي يعني هاي عاده بالمودلز بتطلع، المودلز بتطلع عندنا طويله لانه احنا بنشتغل سيمبوليك، نتعامل مع السيمبولز، احنا ما بنتعامل مع ارقام، عشان هيك تطلع طويل شوي الحل. بس خلينا نطلع على الحل هذا، يعني الأهم من الحل نفسه، خلينا نطلع ونفهم الحل هذا كيف. لاحظوا الحل هذا مكون من جزئين، طبعا الفاريبل بدي اياه انا تي 2 اللي هو الان هذا في تي 2 as a function of ايش؟ of time. مش كاتب التايم explicit بس هو function of time، هاي شايفين التايم هون. اذا لاحظوا الحل هذا بتكون من جزئين، ماشي؟ الجزء الاول هذا هو، لاحظين ما فيش ما فيهوش تايم، فشو بنسمي هذا؟ الستيدي ستيت سوليوشن. الستيدي ستيت سوليوشن امتى بيوصل له هذا الستيدي ستيت؟ خليني اعاود ارسم لكم الرسمه مره ثانيه اللي حكينا عنها قبل شوي. اوبس، احنا قلنا هاي كانت ال T2 الانيشال، رفعنا قلنا مثلا التمبريتشر ل T2 الفاينل، ماشي؟ فلاحظوا شو اللي صار عندنا، صار gradual increase، تمام؟ فمن طبيعة السوليوشن في جزئين على فكرة، هذا ماشي، في جزئين، جزء الستيدي ستيت اللي هو هذا بالاخضر، وجزء الان ستيدي ستيت، لانه الان ستيدي ستيت مش كويس، دائما بغلبنا بدي احطه باللون الاحمر، تمام؟ ماشي الحال يا جماعه؟ تمام. طيب هسه عند التايم يساوي زيرو، عند التايم يساوي زيرو، شو بطلع عندنا السوليوشن؟ هاي قديش بتصير؟ هاي الحد قديش بصير اللي هون؟ عند التايم لما تكون هون التايم يساوي زيرو؟ واحد. اكسبوننشال اي شيء الصفر. يس، اذا هذا الحد زائد الحد هذا بده يكون مشي. عند التايم انفينيتي، انفينيتي كم؟ مش اكسبوننشال انفينيتي ايكوز انفينيتي. لا، ما هو بدك تنتبه هون في ماينس، لاحظ هاي بتصير اكسبوننشال لواحد على انفينيتي. قديش الاكسبوننشال لواحد على انفينيتي؟
صفر. واحد. لأن هذا الحد كله واحد. إيش بصير له؟ لا صفر مش واحد. اللي كلها بتطلع ماينس ماينس إنفينيتي إكسبوننشال لماينس إنفينيتي. أوكي. زيرو. إكسبوننشال لماينس إنفينيتي بطلع صفر. تمام؟ للصفر بطلع واحد، بس للماينس إنفينيتي بطلع صفر، للإنفينيتي إنفينيتي إنسان من. بس ما دام في هون ماينس الإكسبوننشال بدكم تعرفوا إنه عند الإنفينيتي بصير هذا الحد كله صفر. إذا هذا الحد كله بروح بضل عندنا التيرم هذا. هذا وين؟ عند التايم إنفينيتي اللي هي هون. أيوة. يعني معناه هل معناه الكلام هذا اللي إحنا قلنا لما التايم يساوي زيرو طلع هذا زائد هذا صح؟ خلينا نفهم شلون بس. قلنا لما التايم يساوي زيرو كنا هون صح؟ أوبس. هاي التايم يساوي زيرو هون كنا صح؟ والحل كان اللي هو هذا الجزء زائد هذا الجزء. شيك؟ وهذا قلنا صار إيش كله؟ واحد. عند التايم يساوي زيرو. طب هل معنى الكلام هذا إنه كان التي تو عند التايم يساوي زيرو اللي هو هون أكبر من التي تو عند التايم يساوي إنفينيتي؟ مش منطقي هذا الحكي صح؟